احتفل نخبة من الإعلاميين والناشطين من مدينة سوكنا بمرور الذكرى الأولى على انطلاق البث المسموع بالمنطقة. اليوم إن شاء الله سنوية الإذاعة راديو سوكنا اف ام 90.9 مر على افتتاحها في البث المباشر سنة إلى تاريخنا الآن من تاريخ 18/3/2017 إلى تاريخ 18/3/2018. بدأ بث الإذاعة في يوم 22/7/2016 لحد الآن يعني تقدر تقول لها سنة وثمانية شهور إن شاء الله الإذاعة مفتوحة. عام من البث الإذاعي والذي تضمن برامج منوعة توزعت على 4 خرائط إذاعية، والذي وضع راديو سوكنا ضمن سقف الإذاعات المحلية المهمة في ليبيا. طبعا راديو سوكنا اف ام هذا الراديو الذي بدأ انطلاقته بمجهودات بسيطة، وكان له دعم بسيط من قبل المجلس التسييري سوكنا وبيوت الشباب. فإذاعة سوكنا اف ام بمثابة منبر مفتوح للمستمعين عن طريق أخبار محلية وبرامج تراثية وثقافية تحاكي تفاصيل الحياة اليومية. في هذا اليوم الرائع بعد مرور عام جميل على هذه الإذاعة والصرح الرائع سوكنا اف ام، نحب نهدي كل أصدقائي وأستاذ علي وكل الكادر الإذاعي وزملائي في الإذاعة، نحب نقول لهم كل عام وانتم بخير وكل سنة وانتم طيبين. لقناة ليبيا الحدث دانيا جمال.